امبارح في معرض الكتاب كان في ندوة مهمة جدا لمناقشة كتاب سنوات الخمسين للكاتب الراحل الأستاذ ياسر رزق، واللي تناولت فترة مهمة جدا من أحداث اللي حصلت في مصر، فترة مهمة وفترة عصيبة كمان من يناير 2011 ولحد يونيو 2013. الحقيقة النهاردة حرصنا وأصرينا الحقيقة إن تقام هذه الندوة مناقشة للكتاب طبعا والمحتوى الكتاب، لأن هي كانت بالفعل يعني مبرمجة داخل البرنامج المعرض، ولكن كان إصرار من وزارة الثقافة والأسرة أيضا أسرة الأستاذ ياسر على نقيم هذه الندوة. بالفعل طبعا كانت سرية جدا جدا، الأصدقاء والزملاء الحقيقة اللي يعني كلهم شهدوا بأمور كتيرة جدا جدا في حياة ياسر رزق، وأيضا مناقشات من خلال الكتاب. الأستاذ ياسر رزق أعتقد أنه يصنف كواحد من أهم الكتاب السياسيين وواحد من المحللين للمشهد بشكل كبير. تشرفت على مدى سنوات طويلة في صداقة خاصة بالأستاذ ياسر رزق رحمه الله، وأرى أن مشروع التنويري لياسر رزق هو أكبر بكثير من عمره الزمني، وأعتقد أن كتاب مثل سنوات الخمسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص هو كتاب مطروح للمادة البحثية، يعني هو يفتح محاور للحديث وللتوثيق. أنا بشكر كل اللي شرفونا النهاردة، كل اللي جم يتكلموا عن ياسر ويسمعوا عن ياسر وعن كتاب سنوات الخمسين. والحقيقة أنا لما توجهت بالعزاء، أنا اللي توجهت بالعزاء للشعب المصري في ابنهم البار بوطنه والمحب لوطنه ياسر رزق. مسيرة ياسر رزق لن تتوقف، الموقع هيكون متاح لكل الناس، أيضا هيكون في مركز للتوثيق التاريخي لتوثيق تاريخ ما بين ثورتي يناير 2011 و 30 يونيو 2013، بالإضافة لأن كتبه الكتابين اللي هو كان ناوي يصدرهم واللي أنجز الكتاب الثاني بالكامل والكتاب الثالث ينقصه فقط تجميع الملاحق، إن شاء الله هيصدروا وهيكونوا أيضا متاحين على الموقع اللي هيتعمل بإذن الله.